إذا مشاهدي ومتابعي قناة تشوف تي في قناة الشعب، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا، حنا حاليا كنتواجدوا بشاطئ مالاباطا، وكيف ما كتشوفوا معنا على أن الحواتة حاليا التقليديين اللي كيتصادوا بالحبل حاليا جبدوا حصيلة اليوم ديال السمك اللي كانت تبارك الله. السمك باقي بالروح، باقي كيرفرف. إذن كيف ما غنقول لكم، اللي غنقدروا نقولوا على هاد الحصيله ديال السمك اللي خرجت اليوم، فراه اذا قلنا الطرف ديال الخبز صعيبه، فراه ديال بصح الطرف ديال الخبز صعيبه. وانتم كيف ما كتلاحظوا معنا الان هنا حاليا، كيف ما قلنا لكم مشاهدي ومتابعي قناة تشوف تي في قناة الشعب، راه طرف الخبز صعيب. إذا كيف ما كتلاحظوا الصيادون أو الصيادين التقليديين اللي كيجيبوا القدس اليومي ديالهم بواحد الطريقة اللي راه صعيبة وصعيبة وبزاف. إذا كيف ما كتلاحظوا على أن السمك باقي بالروح، حوت حوت باقي بالروح، باقي كيرفرف. كيف ما كتلاحظوا على أن السمك باقي بالروح، كيحاولوا على أنهم يخليوه في وسط الشباك باش ما يرجعش للبحر وكيخويوه حاليا. يعني كيتم الإفراغ ديالو في الأسطولة. قوموا بالإفراغ ديالو في هاد البرامل هادو حتى كيموت شويه، كيحسوا بأن الروح مشات منو، ديك الساعة عاد كيحاولوا أنهم يقربوا في الشبابك هنا. بالنسبة الآن كيقوموا بإخراج فلوكة. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا الصيادة كيقوموا بإخراج فلوكة اللي دخلت هاد الشبكة هادي تبارك الله بوسط ديال البحر. فالآن كيقوموا بإخراج ديالها، كيخرجوها من الشاطئ من البحر. إذا مشينا حتى قلنا، أو إذا قلنا الطرف ديال الخبز صعيب، فراه غيكون الطرف ديال الخبز صعيب. إذا كيف ما كتشوف تبارك الله شحال الصيادين التقليديين، هادو هما الصيادون التقليديون اللي كيصيدوا بالصيادة التقليدية، أن الفلوكة كتدخل الشبكة والشي آخر كيبقى على برا. الصيادة كاملين، هاد الرياس كاملين كيبقاو على برا باش يجبدوا الشبكة، اللي الشبكة كتستغرق وقت طويل باش يخرجوها من فوسط البحر من البحر متشالي، فراه كتستغرق وقت طويل. وتبارك الله فراه ان هنا بزاف ديال الصيادة، بزاف ديال الرياس كيف ما كتلاحظوا معنا، اللي كيجيبوا القدس اليومي ديالهم بهذه الطريقة هذه، اللي هي طريقة صعيبة وطريقة اللي كتاخذ منهم واحد الجهد، واحد الطاقة
اللي كيبدلوها باش يجبدوا ديك الشبكه، في ظل ان كيف ما كتلاحظوا لانهم حاليا كيحاولوا انهم يجمعوا الشبكه باش يرجعوا يدخلوها للبحر باش يعاودوا يطلقوها من جديد، و كيتلقى الملفلوكه وهما كيبقاو يجبدوا الحبل، فراه كتاخذ منهم مجهود كبير، اللي كتدي منهم واحد المجهود كبير. فاذا مشينا حتى قلنا الطرف ديال الخبز صعيب، فراه الطرف الخبز صعيب ديال بصح، لان كيف ما كتلاحظوا معنا الان كيف ما باقي كتشوفوا معنا، لانهم حاليا اذا رجعنا لنا فين كاين الحوت فراه مغطيين عليه حتى يموت على خاطرو. بما في ذلك حنا كنحاولوا اننا نقربوكم اكثر من العيشه او من الحياه اللي او من المهنه ديال الحواس اللي كيخدم في القدس اليومي ديالو، اللي كيف ما كتلاحظوا ان الفلايك باقي كاينين، الخدمه ديال النهار باقي كاينه، ديال انهم يخدموا بواحد الطريقه اللي هي عصريه، فراه باقي كاينه الخدمه العصريه، فراه باقي كاينه الخدمه العصريه. جمال بالنسبه لهاد الحوت هذا ما كيتباعش بالكيلو، فانما حتى كيموتوا كيقيموها وكيشوفوا شحال خسروا عاد كيحاولوا انهم يقولوا الثمن بشحال طايح عليهم. لان حاليا باقي ما قالوش الثمن، باقي ما علموش على الثمن حتى يشوفوا شحال ديال الشبكه او شحال ديال الصنادق ديال الحوت، عاد باش يقدروا يقيموا الثمن حقاش فيه ليسانس، فيه بزاف ديال الحوايج. كيف ما كتشوفوا او كيف ما كتلاحظوا معنا بالاحرى على انهم كيجمعوا السطوله ديالهم، اي برامل اللي كانوا كيعملوا فيهم الحوت، اللي كيف ما كتلاحظوا لان باقيين ثلاثه هنا، واحد مغطي وواحد عملوا عليه الشباك. يعني كيف ما قلت لكم مشاهدون السباق قناه تشوف تي في قناه الشعب، حتى يقيموا عاد يقدروا انهم يعطيو الثمن ديال الحصيله ديال السمك هذا شحال ثمنه. هذه هي الطريقه اللي كتشوفوا انهم كيقوموا انهم يفتحوا الشبكه، عاد كيطلعوا الفلوكه بواحد الطريقه اللي هي عصريه، اللي هي تقليديه غير بيدهم، كيطلعوها من الفلوكه باش يعاودوا يطلقوها على ما اعتقد غدا ان شاء الله في حالة الساعات. اذا الا جينا نسقسيو الحواته فراه غيقول لك انهم كيخدموا على حساب التيمبو، والتيمبو كيشوفوها في التليفون، يعني التليفون التكنولوجيا رجعت هي كلشي، فراه كيدخلوا التليفون كاين مواقع او كاين لي زابليكاسيون او كاين برامج في الهاتف اللي كتعطيك التيمبو شنو واقع فيه، الجو كيفاش غيكون في وسط البحر ماشي برا البحر، فانما الجو من قلب البحر كيعطيه لك في التوقعات في الهاتف، التوقعات ديال البحر من داخل واش غيكون هايج البحر من تحت ماشي من الفوق. من الفوق ممكن انه يبان لك بحر هادئ، ولكن بعض المرات كيكون هو هايج من تحت، كيكون بحر معمر، بحر خاوي، التيمبو طالع، التيمبو هابط. فهادشي هذا ما كنعرفش فيه بزاف انا، ولكن الحواته او بما كنقولوا لهم حنايا الرياس، يعني هما اللي كيعرفوا التيمبو شنو كيكون واقع فيه، وبعض المرات الرياس كيكون عندهم التيمبو محسوب وكيتحسب بالاشهر الهجريه، يعني معروف الاوقات اللي كيكون فيهم التيمبو طالع والتيمبو هابط. كيبيعوا للمواطن عادي، ولكن كيف ما قلت لك كيبيعوا بالصنادق، يعني كيف ما كتشوفوا ان رجال الوقايه المدنيه اللي كيسهروا على السلامه ديال بلادنا، ان فوا حضر او لحظه وصول القارب جا كيتاكد شنو كاين، لانهم كيسهروا على السلامه ديال المواطنين، جا يتاكد من اجبار انهم غير حواته اي الرياس. كيف ما كتشوف البدله ديالهم كتبين الشبكه والسمك اللي خرج، فراه يثبت هذا، وانتم كيف ما كتشوفوا فراه
فراهم دفعوا الفلوكة أنها تدخل في حالة وسط البحر. بعدين كيف ما كتلاحظوا معنا الآن وعليكم السلام خي محمد جاسر وعليكم السلام. بعدين كيف ما كتشوفوا لأنه طلقوها تدخل فلوكة في حالة البحر، كنظن وأعتقد على أن غتمشي في حالة الباركي ديالهم حاليا غيقوموا او غيحسبوا الحوت وغيشوفوا شنو خرج ليهم باش يقدروا انهم يقيموا الثمن. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الان مشاهدين مستمع قناه شوف تي في قناه الشاب، وكيف ما قلتكم وكيف ما نعاود نقول لكم وكيف ما غنبقاو نقولوا دائما ان الطرف ديال الخبز صعيب، فراد الطرف ديال الخبز صعيب والانسان يجيبها حلال افضل، فالحلال هو اللي كيدوم. وكيف ما كيتقال من واحد المثل، قليل مداوم ولا كثير مقطوع. اذا كيف ما كتلاحظوا الان فراهم هاي كنظن انا اعتقد انهم غيبداو يوزعوا السمك على الشباك. نقربوا اكثر نشوفوا تما إذن كيف ما كتلاحظوا لأن السمك باقي بالروح. إذا قلنا طرف الخبز صعيب فعلى طرف الخبز صعيب، واش عمري لو جاي حتى شي واحد صافي سمحوا الله يعاونكم الله ميس. اذا مشاهدي مستمعي قناه شوف تي في قناه الشعب، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينه